مزارع جمعان حسين الغامدي من منطقة الباحة جبال شد الأسفل. هذا منتوجات الجبل والموجود على الطاولة مراحل البن من بداية التكوين إلى حد ما يصبح جاهز لإعداد القهوة. المرحلة الأولى مرحلة الإزهار، هذه مرحلة الإزهار التي تمر بها الأشجار، تقوم بعملية الإزهار، ثم الثمرة تبدأ باللون الأخضر، بعد ذلك تبدأ في مراحل التحول، وبعد يعني تصبح من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر وتصبح جاهزة. يتم قطافها وهي بهذا اللون، ثم تجرى عليها عمليات التجفيف إلى أن تصبح باللون هذا، ثم يتم قشرها وفصل القشر عن حبوب القهوة، تصبح بهذا الشكل، وهذه هي المحمصة جاهزة. هذه من تجفيف، أي هذه من إنتاج المزرعة البن الشدوي. اسمي كريم، اسمي جمعان حسين الشدوي، ما عليك زود، منطقة الباحة. أهلا جميل. أول شيء سعيد والله أني شفت هذا الشيء، أول مرة أدري إن شدا فيه زراعتكم. لا بالعكس، هذا الشدا أصلا الملك عبد العزيز كان يأمر بجلب قهوته من جبال شدا الأسفل وشدا الأعلى، فهذا يعني دليل على أصالة البن وقدمه يعني في هذا الجبل. الله يسعدك يا سعيد والله. الله يسعد أيامك إن شاء الله.